برحب بحضراتكم مجددا، ومتشرفه النهارده بوجود المفكر دكتور عمرو الشريف. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. اهلا بيك يا فندم، متشرفين بوجودك معانا. وانا كذلك، ربنا يخليك. بنتكلم في مشروع فكري مهتم حضرتك بفكره الالحاد. نعم. ومهتم بفكره انه شباب كتير راحوا للالحاد. والمفاجاه مش شباب بس يا دكتور عمرو، لا ده في ناس اكبر في الشريحه العمريه من الشباب راحوا لفكره الالحاد. بنتكلم في المشروع الفكري ده يا جماعه، اصداره الدكتور عمرو 25 اصدار، بس انا الحقيقه ما قريتش منهم غير ثلاثه. انا قريت خرافه الالحاد للدكتور عمرو، وقريت وهم الالحاد، وقريت وعجبني قوي الغلاف بتاعه الإلحاد مشكلة نفسية. بس قبل مشكلة نفسية كان الإيمان ومعمول عليه بالخط غلط كروس كده مشكلة نفسية. الكتاب ده تحديدا إنه هل الإلحاد مشكلة نفسية قبل ما يبقى كان هل الإيمان مشكلة نفسية، ده اللي رجعه وكاتب المقدمة بتاعته دكتورنا العظيم دكتور أحمد أكاش. فبتكلم كده لأنه في أسانيد رجعة علمية. يعني دكتور عمرو، طبعا اول ما حد يسمعنا دلوقتي هيقول ايه من رجال الدين؟ لا يا جماعه، ما حدش ارجوكم يتكلم في الدين غير المتخصصين في الدين، ودكتور عمرو ده استاذ جراحه ملوش في انه يتكلم في الدين. الناس اللي بتقول كده بترد عليهم تقول لهم ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. برد اقول لهم اللي بيقرا القران الكريم هيجد أكثر من 450 مرة تكررت مصطلحات الأمر بالتفكر والتعقل والتدبر والتذكر 450 مرة. يعني أمر بهذا أكثر من الأمر بالصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين مجتمعين. وده اللي دفع استاذ عباس العقاد رحمه الله انه يعمل التفكير الفريضه الغائبه. دي قضيه. طيب قبل القضيه الثانيه نتوقف هنا. افلا تتفكرون، افلا تتدبرون، او تدبروا، او اول اللي حضرتك قلته. ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيهم اكثر من الفروض كعدد، بتكلم على عدد ورودها في القرآن الكريم أكتر من فرض الصلاة، أكتر من مجموع الفروض. تصوري حضرتك أي أنها يا ربنا قال لنا شغلوا ده بس كده. ودي السمة الأساسية اللي جعلت الرسالة المحمدية الأخيرة هي خاتم الرسالات السماوية. مش هيجي نبي بعد كده. طالما ربنا أسلمنا إلى استدلال العقل وإلى استدلال العلم، الآية 53 من سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني دليل على أن القرآن الكريم حق آيات الآفاق وآيات الأنفس. من الذي سيقرأ هذه الآيات؟ المتخصص في الدين ولا المتخصص في هذه العلوم؟ القضية أن هذا الطرح بيطرح بيبين أن الناس مش فاهمة الفرق ما بين علوم الدين. علوم الدين علوم متخصصة، نعم، تدرس في مدارس الدين. أما التفكر في الدين اللي هو الدين ذاته، ده أمر لكل المسلمين، مكلف به اللي بيسميه بقى فرض عين. فرض عين يعني كل مسلم مكلف بهذا على قد قدرته. فلما يجي حد يقول دكتور عمرو أو غيره ما يتكلمش في الدين طالما هو غير متخصص، نقول له لا، ده احنا واحنا بنقرا في الدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العظيم تدبروا تفكروا، وانا اللي بقرا هنا كمواطن، نعم، كبشر كمسلم، نعم، مش عالم الدين بس هو اللي بيقرا القران. قضيه ان تكون القضيه محصوره على عالم الدين، دي احنا رجعنا للكهنوتيه بقى. الاسلام مش كده. الاسلام زي ما بقول لحضرتك، ايوه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن الكريم أنه حق.
طيب من الذي سيقرأ آيات الآفاق والأحداث؟ كل المسلمين. الإلحاد المعاصر بيتسمى الآن بالإلحاد العلمي، الإلحاد العلمي، لأنه بيسوق أدلة علمية على الإلحاد. طيب معلش، من الذي سيتصدى لأدلة علمية؟ أيوة. إلا رجال العلم. تمام صحيح. يعني يجي يقول لك النظرية النسبية لأينشتاين بتقول كذا، نظرية الكوانتم بتقول كذا، ده الملحد. نظرية التطور بتقول كذا. أي مين القادر على أنه يفهم بالضبط ما يقصده الملحد ويرد عليه؟ يعني رجل العلم المتخصص. يعني إحنا محتاجين نفهم مش نحفظ، ونفهم الآن على مستوى علمي عالي. يعني أنا دائما أقول أنا عندي 25 كتاب في مشروع الفكر، صحيح، في حوالي 12 ألف صفحة. أي كل ما فيه من أفكار، الله يرحمه دكتور مصطفى محمود، أي طرح الأفكار الرئيسية في كتابين لا يزيد عن 300 صفحة. صحيح. إيه الفرق؟ الفرق أن العصر الحالي الملاحدة بيطرحوا أطروحات بيعتبروها علمية شرسة، يعني يستندوا إلى نظريات وحقائق علمية قوية لابد من أجل أن احنا نتصدى لها. عشان كده اضطرينا ما نكتفيش بصفحات قليلة زي ما عمل أو كان مناسب أيام دكتور مصطفى محمود. لا، احنا اضطرينا إلى أن احنا نغوص في كتبنا في قضايا علمية. عشان كده برضو مش كل واحد يقرأ هذه الكتب. دكتور عمرو، اللي عنده حد في البيت ملحد يعرفه ازاي؟ هو يعرفه، يعني ما بتبقاش صعبة. البعض بيصرح من الشباب بيقولوا ايه؟ البعض حضرتك تعاملت معاهم وعملت ندوات ومواجهات قوية في هذا المجال. نعم. في التصريح، التصريح بيجد مثلا انه والده جاي يقول له انت بطلت تصلي ليه؟ أو ما بتصومش ليه معانا في رمضان؟ بتيجي من هذا الباب. انه يجد ان سلوكه الديني بدا يتغير. بيرد يقولوا ايه على اهلي؟ يعني طبعا اسباب دي بقى تتوقف على اسباب الالحاد. هو بيرد تبعا لاسباب للسبب الالحاد اللي هو مقتنع بيه. بالضبط كده. ايوه. عشان كده الرد على سؤال حضرتك يتطلب استعراض سريع لاسباب الالحاد. احنا بنعتبر اسباب، انا بشبه اسباب الالحاد بجبل التلج الموجود في المحيط، زي الجبل اللي سفينه تيتانيك خبطت فيه. طب مبدئيا الملحد بيبقى شايف ايه؟ شايف اللي هو اللا ديني، ولا الملحد اللي هو مش شايف ومقتنع ان في ربنا؟ الملحد بيبقى شايف ايه؟ ما دي مرتبطه بانواع الالحاد. معنى المصطلح. ايوه. اول مصطلح، يعني الالحاد في انواع، في انواع ومستويات. ايوه. اول مصطلح الذي ينكر وجود الاله. تمام. وورد في القران الكريم مصطلح الالحاد مش بالمعنى بتاع انه ينفي وجود الاله عز وجل. ايوه. انه ينفي وجود الاله عز وجل، لا، الالحاد في القران الكريم يلحدون في اسمائه، يلحدون لغويا. المقصود بالإلحاد في القرآن الكريم إيه؟ اللي هم الدهريين. اللي احنا وما يهلكنا إلا الدهر. تمام. ما هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع. بالزبط. وما يهلكنا إلا الدهر. أي فده أول مستوى الذي ينكر وجود إله تماما. لما ظهرت الموجة دي في حوالي 2010 أو حاجة في بلادنا، تصدف فرق من المهتمين، زادت بعد 2011. ايوه. لا، وكان بشيرها في بشيرها من قبل. طبعا طبعا. تصدينا لهذه الموجه، وكان معظمها ينكر وجود الاله. لما تصدينا، وفي الحقيقه ادله وجود الاله ادله علميه لا تدحض، ادله يقينيه. فظهر النوع الثاني من الملاحده اللي هو يقول ايه؟ خلاص يا سيدي، انت توجع دماغنا يا عمرو، احنا نؤمن بوجود الله عز وجل وهو اللي خلق، ولكن لم يرسل رسل
ولم يكلفنا بتكاليف. وبيشبه نفسه في الوضع ده بمشركي مكة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فإحنا بنقول خلق السماوات والأرض وخلقنا الله. إنما لم يكلفنا بإفعل ولا تفعل. هو كده رايح نفسه. الأدلة على وجود الإله مش قادر يرد عليها. وفي نفس الوقت التكاليف بتاعت الدين اللي هو بيتهرب منها. خلاص ما فيش دين وما فيش رسالة وما فيش تكليف. تمام. فده موقف خطير. ده اللي بنسميه الربوبي. أو هو بقى اللا ديني. في إله بس ما فيش دين. أيوة. أو ده مستوى. ده نوع. ده المستوى التاني. شايف انه الاديان كلها زي بعض ودي وكلها غلط وصناعه، انما في اله ليست إله خلق. المستوى الثالث اللي بنسميه اللا ادري، لا ادري، اللا ادري، اجنوستيك، اجنوستيك. اللا ادري عنده ادله على وجود الاله وعنده ادله ضد وجود الاله، بس مش قادر يحسم عنده فين الامر في قراءاته العلمية وفلسفته للمفاهيم اللي بيقراها. تمام. المتدينين بنطرح أدلتنا العلمية على وجود الإله. الملاحدة بيطرحوا أدلتهم على عدم وجود الإله. هو بيقعد والاتنين الأسانيدهم فلسفية علمية ولا فلسفية فقط؟ لا، الآن علمية فلسفية. علمية فلسفية. عشان كده بقول لحضرتك في البداية إنه بيتسمى بالإلحاد العلمي. عشان كده في بداية الموجة الإلحادية، حركة الزنادقة في الدولة العباسية، ظهر علم اسمه علم الكلام. علم الكلام. كان بيرد على حجج الملاحدة بالفلسفة. هذه الحجج الفلسفية لم تعد كافية اليوم. لأن الحجج المطروحة اليوم دي بداية ظهور الإلحاد. هو ظهر الإلحاد في حالات أو في أمم متفرقة في البداية، إنما على المستوى العالمي قبل الأديان، بعد الأديان بفترات طويلة، يعني في الحضارة الرومانية مثلا. حضارة ملحدة. تمام. الرومانية بالتحديد أكتر من اليونانية. أي. ثم حروب الردة. طبعا. بعض مدارس حروب الردة بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم حركة الزنادقة في الدولة العباسية. فكل أمة بيجي فيها في صحابة ألحدوا؟ لا، يعني هو ما المصطلح واسع قوي. لو نظرنا الى الصحابه، كل من راى المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول دول 114,000، في من دول مشوا بقى مع مسيلمه الكذاب ومع سكاح ومع ومع ومع. فبعضهم اللي راى النظريه، عشان كده بعض يقول لك ايه، انا عندي كافر بني أسد اللي هو زي مسيلمة أفضل من صادق، أو كاذب بني أسد أفضل من صادق قريش. يعني قضية عنده عصبية. وبالفعل عشان كده ما احنا شفنا حروب الردة اللي بمجرد ما توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم قامت حروب الردة، اللي بعضها بسبب مانعي زكاة، بعضها بسبب مدعي نبوة، بعضها بسبب معارضين لحكم سيدنا أبو بكر الصديق. فدي حركة اللي عارض سيدنا أبو بكر. هو كل المجموعة دي بنسميها حروب الردة. أيوة. ولكنها مش بند واحد. احنا تعودنا نعتبر لا أقصد ليس كل من عارض سيدنا أبو بكر ملحد. بالضبط كده. حتى الملاحدة حتى اللي بيعتبروهم مرتدين، اللي بيقولوا لا احنا ما ندفعش الزكاة للمدينة المنورة أو لأبي بكر، احنا ندفعها لأهلنا. دول ما زالوا مؤمنين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليسوا ليسوا ملاحد. ملاحد. إنما حركة الإلحاد العالمية بقى اللي هي صناعة أوروبية، اللي هي صناعة أوروبية. الإلحاد يظهر على مستوى عالمي. لم يحدث الكلام ده إلا في حوالي القرن السادس عشر في أوروبا. بعد ظهور الثورة العلمية في أوروبا. الثورة العلمية اللي هي كانت الانتقال من العصور الوسطى في أوروبا إلى العصور الحديثة. هذه الثورة بدأت تقدم تفسيرات للظواهر الطبيعية.
يعني إيه؟ كان رجال الدين يفسروا الظواهر الطبيعية تفسيرات دينية. رجال الدين رجال الدين فسروا العلم، يفسروا الظواهر الطبيعية، المطر، التسونامي، بشكل علمي، لا بشكل ديني. الأمراض يعني يقولك إيه التسونامي ده عشان غضب ربنا على الجماعة دول، أيه. يبقى تفسير ديني. تمام. المرض ده غضب ربنا على الجماعة دول، يقول لك فلان يعني أصابه مرض كذا ربنا بيعاقبه. فكان السائد تفسيرات دينية. تمام. جت الثورة العلمية قدمت تفسيرات علمية. لا التسونامي ده سببه اضطراب في كذا وكذا وكذا علميا. الأمراض ده في ميكروبات وفي كانسرز وفي كذا وفي كذا. كل ان دوران الأرض حول الشمس. لا مش يد الله هي اللي ماسكة الأرض، ده في حاجة اسمها الجاذبية وحاجة اسمها القوة الطاردة المركزية. فأصبح في رأيين بيتصارعا كل واحد عايز مصممة الكنيسة تفرض التفسيرات الدينية وتعتبر أن القول بتفسيرات طبيعية وعلمية ده كفر وإلحاد. وبدأت تضطهد وتعذب وتسجن وتغتال وتحرق علماء وهم أحياء. ده إمتى؟ الكلام ده بعد الثورة العلمية في القرن الستاشر، وبدأ يزيد حتى في القرن الثمنتاشر. وكان من الجمال في الكنيسة وفصل الدين عن الدولة. جت الشيء اللي حل المشكلة نسبيا، صحيح، اللي هي بنسميها الدولة المدنية. ايوه. ودي الدكتور عبد الوهاب المسيري بيسميها العلمانية الجزئية. العلمانية الجزئية. فهو ده السبب اللي بنقول في كتاب مهم لحضرتك عن الدكتور عبد الوهاب المسيري. في كتاب فعلا عبد الوهاب المسيري، انا الموسوعه بتاعته قريتها، الله يرحمه. انا تاثرت بيه كثيرا. اتفضل. اسف اني قطعتك. ربنا يكرم حضرتك. فبالتالي اصبح في العلم لازم ندرك حاجه. لو ادركناها والله لأرحنا واسترحنا. مين لو؟ هل شيوخنا لو أدركوا بتكلم واعترفوا بأنه في علم؟ بتكلم على رجال الدين. رجال الدين. نعم. والمشكلة إن الأمر واضح عندنا جدا في القرآن الكريم. قولي واضح العلم إزاي؟ إن العلم شيء بيستشهد به على الله عز وجل. لما جاء مولانا الشيخ شعراوي يفسر الآية سنريهم آياتنا في الآفاق. قال لك حرف السين ده عبارة عن استمرار القرن الثلاثين وقرن الأربعين والقادم. اكتشافات علمية سنريهم طول الوقت تثبت الوجود الإلهي. إنما آجي أفاجأ برفض وتكذيب حقائق العلم وإلى آخره، دي مصيبة. لو أدركنا إن العلم بيجيب عن سؤال لماذا، أو معذرة، عن سؤال كيف اللي هو هاو، كيف يحدث الزلزال، كيف يحدث التسونامي، اللي هي هاو. تمام. كيف. تمام. الدين يهتم بلماذا، الحكمة وراء الشيء. لماذا، واي. أيوة. لو أدركنا إن ده يتبع جزء وان القران الكريم وكل كتب يعني يجب على رجال الدين ان تفرق بالضبط بين كيف وبين لماذا، هذا او لماذا. في الحقيقه ولو كانت الكنيسه في القرن 16 ادركت الكلام ده ما كانش حصل كل هذه الموجه. كل فعل بيحدث بكيف وبلماذا. صحيح. انا لما باجي ابتلع الدواء ببتلعه بكيف، بماء وحركة المريء وهو إلى آخره. لماذا؟ ليحقق الشفاء. مفهوم. كل شيء في كيف ولماذا. أيه. إنما لما أراد الكنيسة أن تستأثر بالتفسيرات كلها دي اللي أوقعت المصيبة كلها. أيه. ووصلت إلى حل مسألة الفصل علشان لرجال الدين اللي احنا بننادي به. أن القضايا العلمية دي قضايا أهلها هم رجال العلم، بتطالب أن نفعل كما فعلت الكنيسة
في القرن السادس عشر. هي لم تفعل، يعني فرض عليها. هي فرض، نعم فرض عليها، فرض عليها. لكن وأصدقك القول، أصدقك دي نقطة شهادة لابد أن نذكرها. أيوه، الأزهر الشريف هذه القضية اللي بأطالب بها واضحة بشدة عند أساتذتنا، أساتذتنا رجال الأزهر. اللي هي إيه؟ اللي هي إن رجال العلم هم المسؤولون عن القضايا العلمية، ورجال الدين هم المسؤولون عن القضايا الدينية. ونفصل بدليل إيه؟ بدليل إيه؟ سيدي ومولانا الإمام الدكتور أحمد الطيب، نعم، فتح لي أبواب جامعة الأزهر. إلا كتاب ده على فكرة صادر عن الأزهر، يعني عفوا مش صادر، نعم صادر عن الأزهر، نعم صح؟ اللي هو وهم الإلحاد ده، ده يشكر. فمش بس إصدار كتاب، أي أنا بروح بدي محاضرات هايل في الأزهر عن التصدي للحجج العلمية. يعني مولانا إمام الطيب قال اللي يقدر يطرح هذا الكلام نجيب حد من رجال العلم نشوف يقدر يطرح ازاي. حتى في برامجه في المحطات بتاعه التلفزيون المصري اشاد اكتر من مره بكتبي، نعم، وقال شوفوا كتب فلان في قضايا الالحاد. فهذه القضيه في الحقيقه يعني يدركها مولانا امام احمد الطيب كويس، بشكل ان تفتح ابواب جامعه الازهر والازهر الشريف نفسه لطرح الحجج العلميه ضد الالحاد. ده طبعا عطاء يحسب لمولانا امام الطيب. بنشوف رجال دين خطابهم خشن ناشف مع الملحدين، صح ولا غلط؟ مش عاوزين نعمم، هي في قضية. هو سبب ان الخطاب احيانا يكون ناشف، انا هقول لحضرتك موقف حصل. احد كبار الملاحدة المشهورين، مش هقول اسامي حد، تواصل مع احد تلاميذي، تلاميذي في الفكر، نعم، مش في الكلية، نعم. قال له انا عاوز اعمل معاك مناظرة حلو على صفحتنا عن الإلحاد والدين كويس. فتلميذي قال له أنا ما عنديش مانع، بشرط أن يحترم كل منا طبعا مقدسات الآخر، ده أصل الموضوع حتى نصل إلى حل. قال له إيه الملحد؟ قال له لأ، أنت تسيبني أشتم في ربنا زي ما أنا عاوز. أوبا، تصوري الطرح اللي هم بيطرحوه. يعني لما هم بيطرحوا كده في الغرب مثلا، ريتشارد دوكنز اللي هو كبير الملاحدة المعاصرين، أي، وفيلسوف دانيال دينيت كبير الفلاسفة دي الخميرة بتاعت الملاحدة، أيوة، يتكلموا عن، يقول لك إيه، إذا كان فرد أصاب عقله لوثة نقول أنه مجنون، أما لو أمة أصابها لوثة نقول أنها متدينة. يعني بينظروا ليتهم هم، يعني البعض بيطالبنا لابد ان احنا نكون هادئين طيب، انما لما يصل الامر الى سباب في مقدساتنا لابد ان الامر يدخل في تجاوز الاعتدال. انما انا لما بيقعد معي حد او بخاطب من خلال اي منبر بكون هادئ ومعتدل للغايه جدا رغم اللي بتواجهه. ليه دلوقتي رجعت الموجة الإلحادية تاني؟ مش دلوقتي اللي هو النهاردة، يعني ليه الفترة دي رجعت الموجة الإلحادية؟ أقول لحضرتك عام 2006 و6 2006 كويس، ده عام محير للغاية في العالم الغربي كله. معظم كتب الإلحاد بتاع دوكنز وغيره ومؤتمرات عالمية عن الإلحاد برامج تلفزيونية وفضائية عن الإلحاد. دوكنز نفسه دفع 50,000 جنيه استرليني عشان يعلق على الأوتوبيسات الحمراء بتاعت لندن عيش براحتك مفيش إله. إلى هذا الحد. يا ترى إيه اللي حصل في 2006؟ إيه؟ لا ندري، حتى بيجعلنا نرجح نظرية المؤامرة. لابد إن في حاجة عمل سويتش أون، حركت
ده يقينا، وكأنه كان في حملة في 2006 للدعوة بدأت واستمرت. نعم. قبل ما وصلتنا احنا عن طريق السماوات المفتوحة وكلام من ده كنا في ايه 2009 و2010 وكلام من ده. نعم. انما برضو نقدر نقول السبب في الإلحاد المعاصر بصفة عامة اللي هو الدكتور عبد الرحمن بدوي رحمه الله، أستاذ الفلسفة الكبير، لما جه يفسر حركة الزنادقة قال ايه؟ عندما يصل الحضارة الإنسانية إلى قدر كبير من الرفاهية بتظهر أفكار الإلحادية. دكتور عبد الوهاب المسيري برضو قال عندما تصل الحضارة المادية إلى أقصاها ويجد الإنسان إن العلم بيفسر له كل حاجة، ده العلم حقق له معجزات، العلم قادر على انه يتنبأ بالطقس. ما هو ده بيتنبأ اهو، اللي الدين المفروض يعمل بيه. نعم. العلم كفل للانسان متوسط عمر قارب 80 سنه، بينما قبل الثوره العلميه كان 30 سنه. فأداء العلم والمصيبه بقى ان المتدينين بدل ما يقولوا ايوه العلم ده بتاعنا زي ما هو بتاعكم، العلم ده ليس إلا تجليات اسم الله عز وجل العليم. نعم. العلم ده مش بتاع الشيطان. لا للأسف بنجد مهاجمة من غير الفاهمين، وأنا بدافع، أنا بدافع عن الكثير من أساتذة الأزهر ورجال الأزهر. مفهوم مفهوم، احنا مش بصدد، احنا إنما بنحكي الواقع بالضبط في البعض. إنما هجوم على العلم بنشوف رجل يقف على المنبر يقول لا نظرية كذا دي ايه ونظرية كذا دي ايه، ده تخريف، وهو يعني مثلا من ضمن المشاكل هو بيقول ده تخريف ولا بيقول ده كفر؟ لا، ده تخريف ينبني عليه كفر. تمام. مثلا نظرية التطور البيولوجي أي. اللي بتوصف بالداروينية. ايوه. التطور النهارده، التطور على بعضه مش الداروينية بس، بنعتبره حقيقة علمية. حقيقة علمية. ظاهر النصوص في القرآن الكريم تبدو كأنها ترفض التطور. الكلام عن سيدنا آدم الظاهر وخلقه من تراب. نعم. وإلى آخر. نعم. فالمفروض على رجال الدين إيه؟ يبذلوا الجهد، يبذلوا الجهد للتوفيق ما بين حقائق العلم وما يبدو كطرح ديني من ظاهر الدين، للتوفيق، ودي تعوز دراسات عميقة ولقاءات مع رجال العلم وإلى آخره. لا للأسف معظمهم استسهلوا فيكذبون العلم، يقول لا تبقى النظرية غلط، ده الأسهل. واللي أنا بقوله بقى أيوه. أن للأسف أيوه. حضرتك أشرت إلى الخطاب الديني. لا أنا كده نتكلم الفكر الديني بالضبط كده، مش الخطاب الديني، لأن احنا الفكر هو أعمق. إعادة نظر في الفكر الديني. ما هو القضية جت منين؟ في نقطة مهمة في الرسالات السابقة، في الرسالات السابقة زي اليهودية مثلا. أيوه. لما كان يحصل انحراف في اليهودية كان النظام إيه؟ رب العزة بيبعت أنبياء بني إسرائيل تانيين. نعم. عشان يعدلوا. نعم. لما استكملت اليهودية بس اتجهت اتجاه مادي بحت، رب العزة أرسل المسيح عليه السلام ليعيد الجانب الروحي لليهودية. يعني لما بيحصل انحراف ربنا بيبعت نبي أو رسول آخر. طيب إذا كان بقى إحنا مع الإسلام ختم الرسالات، يعني ما فيش رسول آخر. أيه. طب لما يحصل انحراف هيحصل إيه؟ ده اللي جعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على رأس كل 100 عام أيوة. يرسل الله عز وجل لهذه الأمة من يجدد لها دينها، مش من يعيد الاهتمام بالدين. نعم. من يجدد الفكرة ليه؟ تفسير المفسرين للقرآن الكريم بيرتبط بما نقول السقف المعرفي. نعم. يعني التفسيرات التراثية السقف المعرفي أيامها إن الأرض مستوية مثلا. فيميل المفسر إلى إن الأرض مستوية. أيوه. النهاردة العلم أثبت إن الأرض كروية. فلا بد إن التفسير يرتبط بالسقف المعرفي. إنما إن إحنا نصمم أن يحيا المسلم
أو الإنسان في القرن ال21 بنفس الفكر وبنفس النظام المجتمعي والاجتماعي بتاع 15 قرن مضت. نعم دي مشكلة كبيرة. دي مشكلة. دكتور عمرو تشرفت والوقت معاك عدى بسرعة، بس اسمح لي كده مش بدبسك احنا على الهوا والله، بس فعلا نفسي واسألك سؤال ولو تمام نتكلم فيه بتفاصيله لأن الوقت خلص. بمنتهى الصراحة احنا محتاجين تفسير للقرآن الكريم وللأحاديث وتنقيتها بشكل عصري، واللي أو لا أو نتكلم في ده الحلقة اللي أنا هرد بكلمة عشان سيدنا الرسول عليه السلام لم يفسر القرآن الكريم بس خلاص. ليه؟ دي الحلقة الجاية، دي الحلقة الجاية علشان الوقت خلص. بس قبل ما يخلص الوقت عايز أقول لحضراتكم حالة أوليفيا يا جماعة، بعد ما زعتها حصل لنا استجابة جميلة جدا من الدكتور العظيم دكتور حسام صلاح الدين، ده أستاذ جراحة العمود الفقري بقصر العيني، وحدد معاد لاستقبال أوليفيا لمتابعة الحالة. أشكرك شكرا جزيلا ومتابع مع حضرتك دكتور حسام، وكتر ألف خيرك ربنا يبارك فيك. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو الشريف، تشرفت بيك. شوف حضرتكم بكرة على خير، مع تحياتي عز مصطفى وإلى اللقاء.